العادل والإنساني بتحديد
عنه من الاعتقال الإداري على كرسي متحرك. وضع صحي صعب، لا سمح الله ممكن أن تتوقف أحد أعضائه ووظائفه الداخلية عن العمل، ومن يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته هي هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، إدارات مصلحة السجون، المحاكم العسكرية واستخبارات السجون. الأسير رائد ريان 76 يوما في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، أيضا وهو متواصل في هذا الإضراب ضد سياسة الاعتقال الإداري لحقه، ووضعه الصحي يتراجع بشكل كبير جدا. كل المطالبات بنقل هذان الأسيران إلى مشافي مدنية إسرائيلية بشكل دائم بائد بالفشل، يتم نقلهم إلى المشافي المدنية عندما يتعرضون لنكسة صحية ثم يعادوا إلى مشفى سجن الربع العسكري. الأسرى الإداريون متواصلون في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية للشهر السادس على التوالي، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي ردود إيجابية من قبل المحاكم العسكرية إدارة مصلحة السجون على مطالب الأسرى الإداريين من خلال هذه المقاطعة المتواصلة للمحاكم بمستوياتها الثلاث. وربما يضطر الأسرى الإداريون إلى الدخول بخطوات تصعيدية جديدة حتى يتم الاستجابة أو الاكتفاء إلى هذه المطالب لهم، حيث يجدد لهم هذا الاعتقال الإداري بدون وجه حق ولأكثر من مرة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. الرفيق جمال زيد النبالي وهو عضو سكرتير الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، هذا المرض داخل السجون الإسرائيلية. الأسير الطفل أحمد مناصرة والذي يعاني أوضاع نفسية وصحية خطيرة منذ أن تم عزله وهو طفل عمره، وانتظار إلى أن يصبح عمره 14 عاما ثم يقدم إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وبعد أكثر من 7 سنوات داخل السجون الإسرائيلية الآن حالته النفسية صعبة للغاية. ولم إنهم يصرون على السجون الإسرائيلية في ظل هذه الحالة الصحية الصعبة التي يعانيها داخل السجون الإسرائيلية. التحية كل التحية باسمكم جميعا لقدماء الحركة الأسيرة الفلسطينية ولأسرى صفقة شاليط جديدة. التحية كل التحية لذوي الأسرى والأسيرات ولكل أبناء شعبنا بمختلف ألوانهم وأطيافهم السياسية الذين في ظل ما يعانيه الأسرى داخل هذه السجون الإسرائيلية. الكلمة الآن لأخي الدكتور صدري نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، فليتفضل. مشكور. هو تأكيد على أن هذه الحفنة
الأحباء جميعا، ونحن نحيي وإياكم اليوم خليل العواودي ورائد ريان. نتوجه بالتحية إلى عموم الأسرى، ونتوجه بالتحية إلى كل الأبطال والبطلات الصامدين المرابطين. لا ننسى أحدا منهم، وإنما نكبر فيهم صبرهم وإصرارهم على فضح هذه الممارسات الصهيونية المستمرة. بالأمس كنا في قطاع غزة، ومن هناك نأتيكم بالتحية لكل الأهل المرابطين الصامدين، ونكبر فيكم أيها الأحباء فردا فردا، سواء أبناء أو أسرة أو أسر الأسرى في سجون الاحتلال، أو الحاضرين من فصائل العمل الوطني، أو رجال الدين، أو أبطال العمل المناهض لهذه العنصرية المستدامة ولهذا الظلم المستمر. نكبر فيكم هذا الإصرار وهذه العزيمة، ونؤكد على ربطنا لهذه السياسة الاحتلالية، ونقول للإعلام الوطني: كلما زدتم عدد البركة، كلما زادت أعدادكم في هذا الاعتصام، كلما أسمع الصوت لهذا العالم المجنون. تحية لكم للإعلاميين والإعلاميات، تحية لحاملين العلم والراية، السيدات الماجدات وامهات زوجات اخوات الاسرى الصامدين المرابطين. املنا ان نعود الى هذا المكان ونحتفي بحريه خليل العواودة ورائد ريان، ولكن املنا ان نعود لنحتفي واياكم بحريه جميع الاسرى، وانهاء سياسه الاعتقال بشكلها الكامل وليس فقط الاعتقال الاداري السياسي. تحية إلى ماهر يونس، كريم يونس، ناصر أبو حميد، فؤاد الشوبكي، وتحية لأحمد سعدات، وتحية لكل الأبطال ورأسهم الغالي فينا جميعا مروان البرغوثي. تحية لكل الأحبة الذين يؤكدون على رسالة الشعب الفلسطيني الذي هو أسير هذا الاحتلال. كلنا أسرى هذا الاحتلال، هم في سجون صغيرة ونحن في السجن الأكبر. فك الله أسرهم، وتحية لهم، وإن شاء الله على العهد. ايضا هناك
الصحة، لكن أجل إلى يوم الخميس القادم الساعة 11 صباحا للقاء على أوضاع أسراد داخل المنطقة. الإسرائيليين بأعلى المستويات يشنوا حرب شعوات على شعبنا وعلى أسرادنا بشكل خاص، وهناك قانون جديد وصل إلى الكنيست من أحد أعضاء الكنيست وتأييد 35 عضو آخر، وهو عدم علاج الأسرى داخل السجون، بل سيكون علاجهم على حسابهم الخاص، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. تحية لكل أسرانا، أسرانا الفدامة الذين أمضوا أكثر من 20 عام، عن 40 عاما لكريم يونس
بأننا لن نيأس وبأننا لن نستسلم ولن نستكين ولا يعني لا تستوحشوا طريق الحق لقلة السائلين فيه. سنستمر في الوقوف إلى جانب أخواننا، فهم ليسوا وحدهم. نعم نحن نتجرع الألم معهم في كل يوم وفي كل لحظة. سنستمر في وقفاتنا، سنستمر في اعتصاماتنا، سنستمر في فعاليات الدعم والإسناد. فهذا المحتل إلى زوال مهما طال الزمن، طالما أن هذه الأجيال الفلسطينية التي تنشأ يوما بعد يوم على حب فلسطين وحب الأرض وحب الوطن والتمسك بثوابتنا الوطنية، لا يمكن لشعب كهذا أن يستسلم أو أن ينهزم. المجد لشهدائنا والحرية لأسرانا، وكل التحية لكل من يقف أو يساند بكلمة أو بوقفة مع أسرانا البواسل داخل المعتقلات. وشكرا لكم. الحمد لله على السلامة يا دكتور. تحية لكم جميعا في هذا العمل النضالي المتواصل في كل محافظات الوطن، وفاء لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الذين انطحوا من ثغرات جماعتهم شعبنا.
مشاهدتنا على قضية الأسرى افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس أو في موضوع رواتب الأسرى وحقوقهم الأساسية. هذا كله بحاجة إلى تحرك شعبي ونضالي ومؤسساتي ورسمي باتجاه تسهيل هذه القضية للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية تجاه أسرانا باعتبارهم أسرى حرب، أسرى حرية، ناطقوا من أجل الحرية والحقوق.